أحد أصدقائي ابنته تحمل جنسية أوروبية وهي طفلة في بدايات المراهقة، عنف بها ذات مرة كما يفعل الآباء المصريون والعرب عموما، يعني هذه ثقافتنا. فما كان من البنت إلا أنها اتصلت بسفارة بلدها، وخلال ساعات قليلة قام أحد المسؤولين في تلك السفارة بزيارة الأسرة، طرق الباب قال لهم أنا نائب القنصل فلان الفلاني، أنتوا بتعذبوا البنت اللي هي اللي من جنسيتنا دي ليه؟ وكانت جلسة طويلة ومريعة مرهقة لأعصاب صديقي ولأعصاب زوجته أم الطفلة، وقال لهم شكوى أخرى وهتبقى مشكلة كبيرة لأننا هنسحب البنت، ولم تكن هذه الأسرة تعيش في هذا البلد الأوروبي الذي تحمل الفتاة جنسيته. الناس دي متشددة ولا ده الصح يا فضيلة الدكتور؟ حسب الحال يعني. أصله إحنا بنصور الأمور بطريقة كاريكاتيرية، يعني نقول إنه هو عذبها وفزع فيها مثلا أو علّى صوته، احترمي نفسك حاجة زي كده، لا ما يجراش حاجة. وليس هناك في أوروبا ولا في أمريكا، وبعدين زغدة برضو في كده، يعني أنت عارف ما هو في فرق بين انه شخص يحبس بنته في البدروم في البيزمنت ويقعد حبسها مدة طويلة 20 سنة زي ما سمعنا حكاية النمسا التعيسة وكذا الى اخره، ودي احداث متكررة ودي امراض نفسية اصلا، وما بين ان واحد بيعلي صوته على الولد او البنت. لا احنا كده بنصور الغرب برضه بشيء ليس فيه، هما ما بيتعاملوش بالكاريكاتير ده. لكن الشكوى بتبقى محل تحقيق ونظر. يعني لما البنت تتصل بالبوليس او الولد بيتصل بالبوليس بياخدوها مأخذ الجد، مش بيطنشوا، مش بيقول لها طب وماله ده يقطعك ويرميكي في الزيت مش أبوكي. لكن لا هو ما بيعملوش كده. لكن في نفس الوقت ما هوش ان احنا في امريكا بنشاهد الاسر وفي الشوارع الاب بيعنف على الاولاد وبيقصوا عليهم، والام كذلك من غير نكير حتى من بقيه الناس. لكن مش احنا بنيجي نعملها بقى بصوره كاريكاتيريه ان هو فزع في الولد فاتصل الولد ليه؟ الكلام ده ما هوش سليم في ولايه خاصه للام على الاطفال لغايه سن 18 سنه. فتستطيع انها تقهر البنت وتقهر الولد بالخروج والدخول والفسحة والمصروف وكذا الى اخره وتضبط الامور، والواد تعلم في المدرسة كده. فاذا هي مش كاريكاتير قوي كده زي ما كثير من الناس مع صدمة اختلاف الثقافات. احنا لما بنروح بنصدم. انا عايز لكن ما تمسكش البت تزرق لها وشها وتديها بالبنية، ويعني برضو ده كمان إنها السلام ده افتئات شديد. لما نروح بقى للأخلاق النبوية فإنه يقول أنس رايح له ابن 10 سنين، أم سليمة بنت ملحان أم أنس جابته قالت له خدي ده خادم تبعته هنا، ف ربنا أكرم أنس بن مالك بأن لازم رسول الله. يا سلام. من ساعة ما جه المدينة إلى الانتقال الشريف يعني 10 سنوات. الولد كان عنده 10-11 سنة بقى عنده 21 سنة. بيقول إنه في حياته ما مدش إيده عليه. في حياته رحت مرة أقضي له مشوار وبعدين لعبت مع الأولاد فتأخرت عليه، فلما جيت قال أرهقتني. يعني شوف خلي بالك ده مين، ده رئيس الجمهورية، ده قائد الجيوش، ده أكبر من ده بكتير، معلش بس دي الوظائف، ده القاضي، حضرة القاضي، رئيس المحكمة العليا، ده سيدنا. وكان فيه سواك
السواك ده عبارة عن حتة فرع شجرة قدك قد الصباع كده. ما هو كده قال له لولا أني أخاف الله لأوجعتك بهذا. لا إله إلا الله. لولا أني يعني كمان ما أوجعوش. لأوجعتك بهذا السواك. السواك اللي هو لو يعمل عليك. وده يوجع إزاي يا مولانا؟ ولا هيوجع ولا يعني ما عرفش أنا دي إزاي. فالمهم سيدنا أنس طبعا استعيا بنفسه قوي والكلمة أثرت فيه أكتر وعلمت فيه أكتر من لو كان ضربه بالقلم ولا ضربه بكذا. فتيجي تقول لي إنه ضرب وزرق الوجه. النبي عليه السلام لم يمد يده على أحد. الناس تتعلم بقى، مش بيقولوا قدوتهم يتعلموا، هو ده السلوك. فضلت لا على امرأة ولا على طفل ولا على أحد إلا أن يكون في الحرب. في الحرب يدافع عنه كده. وكان إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله زي الأسد. فسيدنا النبي عليه السلام له سنة هي. يعني نيجي في الايد فين، نحطها هنا ولا هنا؟ وبعدين الاخلاق المصطفوية النبوية ندير لها ظهورنا. يبقى اذا احنا في خلل عندنا في فهم الشريعة بجملتها، وهو انه انا عندي اخلاق 95% و5% كل الشريعة. والله انا اسف للمقاطعة فضلت الدكتور، ومقاطعتك جريمة، لكن احنا عندنا لدينا مشاهدون في غاية الشوق، ولا أحب أن أزيد شوقهم لكي يتواصلوا مباشرة معكم فضيلة الدكتور. الأستاذ حسن. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي، تفضل فضيلة الدكتور معك. أهلا وسهلا. أنا أولا يعني أحيي الشيخ العارف الجليل التقي الورع شديد الفراسة الدكتور علي جمعة، وفهم معنى كلامي. ليا سؤالين سريعين. السؤال الأول، أحد الناس اللي يعني بيعمل في دول أوروبية واضطره عمله أن يعمل في محلات خمور، ما حكم الشرع في ذلك؟ السؤال الثاني السريع برضو، هل من الأولى أن يتزوج المسلم وهو في بلاد أوروبية غير المسلمة، أم أن ينتظر ويتزوج مسلمة أولى تسترا أو سترا ب بنات المسلمين؟ شاكر لك. شاكر جدا يا أستاذ حسن. الأستاذة بسمة، تفضلي يا سيدتي فضيلة الدكتور معك. أهلا يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم فضيلة الشيخ من فضلك. معك يا سيدتي، تفضلي. تفضلي. أستاذ حضرتك فضيلة الشيخ، أنا كنت من يومين ببص على الفيسبوك فلقيت حد حاطط بوست، البوست عليه خريطة مصر منقوصة، المثلث بتاع حلايب بشلاتين. ولما عملت سيرش على الانترنت لقيت برضو ان جوجل واتلس حاطين نفس المشكله، ان الخريطه ناقصه. فانا طبعا حاولت ابعت ايميل لكذا يعني برنامج وكده علشان خاطر يعني نتلافها، لان انا مش هعرف حد من المسؤولين اقول له ده حاجه مهمه جدا بالنسبه للوطن، زي ما حضرتك بتتكلم عن الوطن يعني. طبعا. فاستاذن حضرتك تتبنى هذا الموضوع، لانه ده ولادنا، انا ولادي هما بعد شويه الموضوع دوت هيبقى على الانترنت، ولادي هيتعلموا كده، ولادي خريطه مصر هتبقى في مخهم وولاد كل الناس. والله يا استاذه بسمه انا مسرور جدا يعني. انا مسرور جدا من روحك الوطنية الحية هذه. شكرا جزيلا استاذه بسمه. ومباشرة الى الاستاذه سامية، اهلا بك يا سيدتي فضيلة الشيخ معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. فضيلة الدكتور الجليل، أنا كنت عايز أسأل سيادتك إن ابني في بلد أجنبي. نعم. عيد ميلاد صاحبه طبعا من البلد، جاب له يعني حاجات هدايا وكده، ومن ضمنها خمرة. لما قلت له لأ ليه يعني، قال لي هي دي هديتهم. وأنا قدمتها، بس أنا ولا قعدت معاهم ولا شربت معاهم طبعا ولا حاجة، الحمد لله هو مسلم وبيأدي صلواته كاملة يعني. ده السؤال الأول، فيعمل إيه؟ حضرتك هو بياكل طبعا شرايح من سوبر ماركت لحمة أو فراخ، وطبعا أكيد هي لم يذكر اسم الله عليها، فهو يعمل إيه؟ وهو مفيش هناك أكل متاح غير كده. مشكور يعني، حضرتك ترد على الأسئلة لو سمحت. شاكر جدا يا سيدتي. الأستاذة صفاء، أهلا بك وفضيلة الدكتور معك. لا، اسمعينا من الهاتف يا سيدتي. طيب، يبدو انه انقطع الاتصال بالاستاذه صفاء. الاستاذه شيرين، اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. اولا يعني ربنا يخلينا دكتور علي جمعه يا رب.
انا بس ليا سؤال صغير. لو انا عايزه اقرا حاجه في تفسير القران، ايه اسهل حاجه اقرا؟ وحاجه ثانيه معلش معلش اتفضلي. هل في امكانيه ان مبقاش في فواصل في البرنامج؟ وبعدين لما يبقاش في فواصل، طيب مش حضرتك متصوره ان ده يبقى برنامج غريب جدا ساعه ونص ورا بعض كده؟ الشيخ محتاج يتنفس كمان ولا ايه؟ انا شاكر جدا يا استاذ شيرين، شاكر جدا. طيب نبدا بحديث الاستاذ حسن الذي اشار الى رغبته في ان يحصل على حكم قاطع منكم فيما يتعلق بالعمل في محلات خمور في اوروبا. نعم، هو الحقيقة انه من اقام في تلك البلاد اصطدم بما قرره ابو حنيفة واصحابه من ان العقود الفاسدة حلال مع غير المسلمين في بلاد غير المسلمين. مش فاهم. الواحد وهو قاعد في فرنسا وفاتح بقالة، فبيفوت الفرنسي علي علشان يشيل البضاعة بتاعته، جبنة ولانشون وخمرة. فأنا مسلم، فروحت أنا ببيع مع الخمرة، الناس بتجيني ومبسوطة مني ومن أمانتي ومن دقتي وكل حاجة. فبيدخل لي أيام ما كان الحالة دي عرضت عليا فعلا سنة 74، بيدخل لي 100,000 فرنك في الشهر. 100,000 فرنك دول أنا ربحان منهم في ربح 10,000 فرنك بس، المبيعات 100,000. فبيفوت علي الراجل بتاع الضرائب، بيفوت كل شهر زي محصل النور كده، وبيقول لي وريني حساباتك، فبوريها له على الشاشة بتاعة الكاشير، وبقول له أنا ببيع 100 وكسبت طبعا 10 لأن الربح معروف، يبقى بيقول لي طب والله أنت هتدفع 1,000 من الـ10 اللي أنت كسبته. أقول له طيب، وأدفع له الـ1,000 وأخذ الإيصال في أمانة الله. فالراجل جه وقال أنا مش هبيع خمرة. فلما ما باعش خمرة بقى الراجل يجي يقول له عايز إزازة خمرة وحتة جبنة وكذا، فيقول له أصل ما فيش خمرة، فيروح للبقال اللي جنبه. فانخفض الحال من 100,000 من المبيعات إلى 30,000. 30,000 كسبان فيها 3 مش 10، والحاجة عليهم 300 مش 1,000. فجه الراجل قال له ها عملنا ايه، هات الـ1,000 اللي في ذمتك اللي باخدهم كل شهر، 1,000 1,100 1,200 1,500 وهكذا. قال له لا اصلا انا ما بعتش الا ب30. قال له ليه خير، ما بعتش الا ب30 ليه؟ قال له اصلا ما بعتش خمر. قال له ما بعتش خمره ليه؟ انا مالي، انا عايز ايراد الدوله هو كده. ابو حنيفه ادرك هذا وقال كل العقود اللي هي البيع بتاع الخمرة والشراء والكذا إلى آخره حلال في دار غير المسلمين، لأن هذه بلاد ليست محلا لإقامة الإسلام. الناس ما تعرفوش ومش عايزاه. طيب ولو عرفت ومش عايزاه كيف؟ فقلنا له طب وانت جايب الدليل منين يا أبو حنيفة؟ قال تمن أدلة. العباس كان في مكة وأسلم يوم بدر. لما كان في مكة لغاية الفتح وهو يتعامل بالربا ويدي ويعمل الربا ده باطل وحرام عندنا، زي والعياذ بالله تعالى الفاحشة. فيبقى لما النبي دخل في الفتح وتحولت إلى دار إسلام قال ألا إني أضع ربا الجاهلية تحت قدمي هذه. وأول ما أضع ربا العباس عمي، يبقى كان عارف إن العباس عنده عقود فاسدة. لكن من حين إذن وقد تحولت مكة إلى دار إسلام بطلت تلك العقود، وقبل كده ما بطلتش ولا حاجة. استدل أبو حنيفة على مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة وهو في مكة. ركانة قال له يا محمد أنا مصارع روماني كده كويس، تيجي تصارعني؟ قال له واجه صرعك، فصرعه على ثلث ماله، والمقامرة حرام، المراهنة دي حرام في الشريعة. فلما إن ركانة كان في دار غير المسلمين اللي هي مكة أصبح حلال. مين اللي فاز؟
النبي عليه السلام وقعه اول مره قال له لا انت انت خدتني على غره، قال له على تلت ملك تاني. فوقعه تاني مره، فتالت مره قال له شوف انت مش بشر عادي، انا عمري ما حد وقعني. الرسول عليه الصلاه والسلام كان قوي البنيه جدا رياضيا جدا ولذلك اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، قال له خلاص ولك ملك وما رضيش ياخد منه. قضيه الروم، غلبت الروم وفي القضيه بتاعه الروم مناحبه ابي بكر يسموها كده، جو من مشركين قالوا له يعني بيقول ان الروم هتكسب في بضع سنين. قال لهم ايوه انا ادفع 10 رهان كده، رهان زي الرهان اللي بنعمله على السبق والعياذ بالله، رهان 10 من الابل في ان فعلا في خلال 3 4 سنين تغلب الروم. وراح للنبي قال له، قال له لا زد في المده، لان بضع السنين دي في بضع سنين من 1 ل 9 من 3 ل 9 يبقى البضع هنا خليهم 9 وقول العشرة دول بقى 100 لانه كده متاكدين. يعني اقر الرهان، فاقر كده الرهان بس في مكه ومع غير المسلمين. فاخذ ابو حنيفه من هذا وغيره علشان بس ما نطولش على المشاهد. انه العقود اللي هي العقود مش بقى يروح يزني، مش يروح يكذب، مش يروح يسرق، لا الغدر حرام ده في هنا وهناك. ايه العقود؟ ولذلك الولد ده يروح يشتغل في محل خمر. طيب اين نذهب من الحديث الصحيح لعن الله شاربها وشاريها وبائعها وحاملها الى اخر ذلك؟ في المدينة في بلاد المسلمين. الراجل لما عمل كده والراجل خد منه 1000 هو طبعا كسبان كام؟ 3000 فاصبح بدل ما هو 10% اصبح خد منه 1000. قفل المحل وراح يشتغل عند واحد بقال تاني فباع الخمرة والخنزير، يبقى اتخرب بيته. الناس دي الريال استيت والعقارات وكذا الى اخره لازم نبيعها على مذهب ابو حنيفة، لان الشافعي بيقول كله ده حرام. ماشي، لكن انا كمان بتخير من الفقه ما يقيم اود المسلمين في العالم وما يحقق فكرة النماذج الاربعة وما يجعل المسلم قويا يده العليا مش يده السفلى. ولذلك احنا بنقول انه يجوز العمل في الخمور. الزواج من غير المسلمة احنا مش بنرحب به، وعلى فكرة مش احنا بس، ده احنا والمسيحيين ايضا مش مرحبين به، لان الاسرة دي وهي متمسكة بدينها وده متمسك بدينه وما بتبقاش. ولذلك لما يجي يسألني الشاب قبل الزواج اقول له ما تتجوز، جوز مسلمة. لما يجي يسألني بعد الجواز ومخلفين اقول له لا خلاص استقر على علشان امسك عليك زوجتك واولادك ولان دي عيلة وما دمت سعداء. يبقى احنا قبل فتوانا بتتغير، وبتتغير ليه؟ علشان احنا عايزين المصلحة. الخريطة ناقصة، الخريطة ناقصة دي ما هو ده سبب البلاء اللي احنا فيه والازمة اللي احنا فيه، ما هي دي كانت خطة، والخطة دي كل الدولة بتقاومها الان وبتتخذ كل الاجراءات. ولان جوجل لا رضي الله عنهم في هذا الهطل العالمي اللي مش راضي يشوف مصالحه فين بيعمل مثل هذا، لكنه فعل مثل هذا كثيرا وفشل، وأظهروا مصر وهي مقسمة إلى 4 ولايات والنوبة تحت شوية وناخد حتة من السودان وسيناء تبع حماس، وكل ذلك لا يكون إن شاء الله. وكل هذا مليء الدنيا بالإنكار عليه، ويقع في صحيح زي ما بتقول بسمة بعض التجاوزات، واحنا له بالمرصاد. الاخت سامية بتقول ان ابنها بيأتيه هدية خمرة من او انه هو الذي لا هي هي بتأتي له الهدية فبيقدمها لهم. لا يرميها في الكابينية، يرميها في الحمام. ما يعملش كده لان الخمر نجس. طيب حتى وان كنت انا قد فهمت خطأ، اهداؤها حرام طبعا مقطوع به وانتهى الموضوع. نعم تمام. اكل اصل شوف 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 الفرق بين الاثنين. شوف لما اقول له يروح يبيعها لانه دي عقود، وانه لا ما يقدمهاش لان دي ثقافه، دي ده يعني
ده دينك انت ليه بتعمل كده؟ لا تشربها ولا تهديها ولا تقرب منها ولا تعزم بيها ولا تضايف ولا الكلام ده خالص. وبيحترموك لان دي عقيدتي. والعيال الصغيره لما بنوديهم المدارس بيكتبوا لهم ده بورك، ده هام، بورك، خنزير، اوعى تاكله. وفرحانين مع بعض يا عم كده، وبيعلموهم الانتماء من هذا، وانه كل واحد يعيش، وهذا هو الذي يعلم التنوع ويعلم الاحترام. لكن ان كان ابن اختنا صفاء الذي يعيش في بلد غربي ولا توجد لديه طريقة لكي يتأكد هو البرجر اللي بيأكله ده يمكن ده لم يذكر عليه اسم الله، لم يذبح بطريقة شرعية، وما فيش أكل تاني يا مولانا؟ لا، هي بتقول أهون من هذا. طبعا احنا لما بنكون في هذه الحال ناكل سمك، فإذا ما كانش موجود سمك ندور على كوشر، إذا ما كانش هناك الكوشر موجود اليهودي، الكوشر اليهودي إذا ما كانش فيه كوشر يهودي نقول طيب حلال، حلال ميت. طب إذا ما كانش فيه حلال ميت طيب ناكل بروتينات، البروتين كتير، البقول يعني البقول. طب إذا ما كانش فيه كده يبقى في فتوى إن احنا ناكل، لحديث السيدة عائشة، الفراخ دي وكل حاجة والأشياء دي ونسمي اسم الله عليها، لأن احنا مش عارفين هي مصيبة. المصيبة تكون مخنوقة يا مولانا. ما هو في ورع وفي حلال وحرام. الحلال والحرام ده حد، والورع حد تاني خالص. عايز تتورع انت حر، ما تاكلش فما تاكلش. لكن انت مش قادر او جسمك محتاج يبقى تسمي وتاكل. يعني ما بين نعم ولا مراحل كتير، ما فيش ابيض واسود كده. وبعدين الاخت شيرين بتقول اي التفسير اقرأ. طبعا التفسير زي ايه؟ احجام. فمن التفسير كويسة 4 مجلدات ابن كثير مثلا. بس هي قالت لسعتك حديث، وانا فهمت حديث دي تفسير حديث، يعني تفسير حديث. انا فهمته ايه بقى؟ انه سهل التناول، يعني سهل التناول. محمد فريد وجدي وطبعه مطبعة الشعب. ده سهل التناول وفي مجلد واحد. عايز اتوسع اكتر من كده في الوجيز للشيخ وهبة الزحيلي. وموجود في المكتبات، تنزل الوجيز، تفسير الوجيز والآية، وبيفسرها، بيفك الغريب بتاعها، وبيقول لي اذا كان فيها احكام ولا لا. طب في برضو في مجلد واحد. فضلت الدكتور، الحقيقة شاعت الان المواقع التي تقدم هذه التفاسير لكل مرتادي الشبكة العنكبوتية كما تعرفون، وهي تقدمها مجانا بدون أي رسوم. تستطيع أن تقرأ كل التفسير، حتى ابن كثير الذي تفضلت بذكره موجود في عشرات المواقع. هل هذا فيه شبهة؟ لأنه افتئات على جهة الطبع وجهة التحقيق، ويعني ملكية فكرية يعني. لا، اغلب التفاسير ملهاش حقوق طبع. حقوق الطبع بعد وفاة المؤلف ب70 سنة بتنتهي. افرض تفسير حديث من هذا النوع مثلا لم تنتهي حقوق ملكياته الفكرية بعد، ده يبقى فيه اثم؟ ما هو في الاثم بيتأتى من التربح مش من الاستعمال. يعني انا دلوقتي مكتبة اشترت كتاب للشيخ وهبة الزحيلي، وده حقوقه محفوظة للطابع وكل حاجة، وأنا رحت قريته في المكتبة، يبقى ده استعمال طبعا. لكن لو إني طبعته وربحت فأنت بتقول الموقع حطه، ده حط النسخة اللي اشتراها، فمن حقه أن يضع هذا. إذن ففي فرق ما بين التربح وما بين الاستعمال. الاستعمال حلال وما فيش أي حاجة، وكلنا لازم نستعمل وننقل العلم، لكن التربح في أزية للناشر. صحيح. صحيح. الأصل. زادك الله رحابة الصدر يا سيدنا، وليس من المستغرب أنه أختنا شيرين تريد برنامجا معك بلا فواصل، لأنه كل يمكن أصدها أنه ما نكترش الفواصل شوي. كل فاصل بيخصم من حضورنا في مجلسك يا سيدي. لدينا الكثير من المتصلين والكثير من التعليقات على الرسائل النصية القصيرة وعلى تويتر، لكنني أبدأ معكم بالفيسبوك، وأذكركم بسؤالنا مرة أخرى: هل توافق
على العيش في الغرب وفق قوانين الأحوال الشخصية التي تجرم تعدد الزوجات وتساوي المرأة بالرجل في الميراث وتلغي ولاية الرجل. أنا كنت عايز أعلق على كلمة سعادتك. تساوي طبعا تركيا دلوقتي ماشية بعدما كانت ماشية على الشريعة لغاية الخلافة ما سقطت العثمانية، تسير الآن إلى المساواة. فجاءتني امرأة تقية تركية وقالت لي أخويا يدعي بأنه المساواة دي غير شرعية. طب أبوك كان مسلما ولا كان كافرا؟ قالت لي كان مسلم. طب وأخوك تمام ومسلم هو التاني؟ قالت لي هو مسلم. قلت لها خلاص يبقى الولد ده هياخد التلتين وانت هتاخد التلت، يبقى انت كده هتسيب السدس اللي هو الفرق بين النص اللي الحكومة هتديها لها وما بين ما تستحق. قالت لي ده باتفاق؟ قلت لها باتفاق. قالت لي خلاص انا موافقة ما دام ده شرع الله. إذن المسلمين ممكن يعيشوا زي ما تكلمنا الآن في الهند، ممكن يعيشوا في وسط هذه القوانين بالشريعة أيضا. لكن من أين نأتي بامرأة بهذا الورع يا سيدي؟ الله يعني الله هو اللي هيأتي، إحنا ما بنأتيش ولا حاجة. لو تمسكت هذه المرأة أخوها مش هيعرف يعمل لها حاجة. خلاص وافقنا إنه في سدس كان عنده والسدس ده هي مش متنازلة عنه بموجب تلك القوانين غير الإسلامية التي غيرت وبدلت وكذا بوجهة نموذج آخر معرفي كما يقولون، ولذلك مش هيعمل حاجة، الله غالب على أمره. لكن نحن نستطيع كمسلمين أن نعيش في كل الأجواء، هو ده الرسالة اللي أنا عايز أوصلها، إن إحنا كمسلمين أنا وإنت ممكن نعيش في جميع الأجواء، لكن لو واحد فينا رفض مش هنعرف نعيش، خلاص هنعيش فرادة، فهنرتد مرة تانية أو هنرجع مرة تانية إلى الإطار العام الذي أعيش فيه وهو الدولة. البعض يا دكتور حتى في بلاد الإسلام يتحايل على النظام المواريث الإسلامي ويكتب بعض ماله لكي يسوي في الحظوظ أو لكي يعهد للمفضل أو المفضلة لديه بجزء أكبر من التركة، ولكن بس برضو ده له نظام وله تراتيب أخرى، هذا يحتاج إفراد حلقة أخرى. هذا إن شاء الله إن شاء الله. الفيسبوك وتويتر بجد البرنامج رائع، ربنا يبارك لنا فضيلة الشيخ آمين يا رب ويطول لنا عمره، بس أنا كامرأة لا أوافق لأن إسلامنا يقدر المرأة وأرى المساواة في ديننا الحنيف أكثر من المساواة التي تطالب بها المؤسسات الحقوقية. ديننا يصون المرأة ويحميها. جزاه الله خيرا وخليها معانا هنا. يعني ما أنا ما بقولش لحد يهاجر، ده احنا بنتكلم على مشكلة أعمق، وهي الأمريكاني الأصلي الهندي الأصلي الياباني الأصلي يعمل إيه؟ يعني هو ولد هنا ولا يعرف وطنا سواه؟ هو ده اللي احنا بنتكلم كيف يعيش ويتعايش. أما المهاجرين فيتحمل مسؤوليته صحيح. وبيبقى بالغ، ده في يكون بالغ. أكثر من 20 مليون مسلم على الأقل في أوروبا في وحدها, الأستاذ أحمد رجب أبو العزم، إذا لم يكن هناك سوى هذا المصدر للرزق ولابد للعيش في هذا البلد، لابد من العيش في هذا البلد، فسأكون مجبرا على الاندماج في المجتمع الغربي بما لا يخالف شرع الله. هذه حقوق التنازل عنها لن يضر الشريعة وسوف أقبل. شكرا للورع، ولكن أيضا لا نكلف الناس ولا نحاكمهم إذا تركوا الورع وتمسكوا بالحلال والحرام. الأستاذ عبد الرحمن محمد سيد، الإجابة على هذا السؤال من أيسر ما يكون، وكما علمنا فضيلة الدكتور في تفسير قوله تعالى خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، والله أعلم. وأمر بالعرف. وأمر بالعرف طبعا، أنا آسف هذا خطأي أنا، ليس خطأ الأستاذ عبد الرحمن. نعم يعني للأمانة. الأستاذ محمد مصطفى، الضرورات تبيح المحظورات، إذا كنت مضطرا للعيش هناك فسأحاول تطبيق الشريعة على نفسي قدر المستطاع. أظن إحنا في غاية الاتفاق يعني. فقط الواقع الواقع وهو دراسة النماذج الأربعة هتحل كتير من النفسية، هتخلي الواحد معتز بإسلامه أينما كان.
الأستاذة صفاء معنا عبر الهاتف. أهلا بك يا سيدتي، تفضلي. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ دكتور علي جمعة، يسمعك يا سيدتي، تفضلي. أنا سيدة مطلقة من محافظة سوهاج، والدي ووالدتي المتوفيين، ومعايا طفلة صغيرة يتيمة الأب، يعني أبوها الله يسامحه مطرح ما جاش. كنت ضمن أبوها في قرض تبع معرض الإخلاص الشركة الدولية، معرض أجهزة كهربية، ضمنت في قرض وسابني ومشى وطلقني وتنزلت عن كل جميع حقوقي. حاليا ما لقاليش مكان أقعد فيه أنا ولا بنتي، وعلي حكم نهائي حضرتك. مطلوب مني من معرض الأجهزة الكهربية 10,000 جنيه، وحاليا متعرضة للحبس للسجن في أي وقت، ومعايا طفلة يتيمة. أنا اتحبست مرتين قبل كده، ما لقيتش حد يطلعني خالص. بنتي بتروح مؤسسة أيتام، وحالتي لا حول ولا قوة بها، ما لقيتش أي حل على مستوى جمهورية مصر العربية حضرتك فضيلة الشيخ، ومتعرضة للسجن حاليا في أي وقت، ومش لاقية أي مصدر رزق ولا أي معيشة لبنتي الصغيرة. سيبي نمرتك يا صفاء في الكنترول. السيدة أم محمد، فضيلة الشيخ يسمعك يا سيدتي، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياتي فضيلة الدكتور، وربنا يا رب يجازيك على كل خير بتعمله فينا يا فندم. الله يخليك، تفضلي. كنت بسأل حضرتك يا دكتور، أنا عندي شهادات في البنك يعني مبلغ وكده، فكنت عايزة أسأل عن زكاتها، وأنا أصلا يعني بصرف على البيت، يعني أنا ما بقولش إن جوز حاجة سيئة جدا، بس يعني اللي بيجي مش مكفي خالص. فأنا بصرف في البيت في نفس الوقت، مثلا يعني برضو بساعد ناس من أهلي والكلام ده كله. فأنا بسأل، هل شهادات الاستثمار هل أدفع الزكاة 2.5 ولا أدفع 10% عن العائد؟ دخلت على النت فاطمة غضبت جدا، وخايفة أدفع 10% مثلا يكون ربنا هيجازيني أو يكون ده غلط، ولا أخد رأي الأيسر أعمل إيه، وهل عليا وزر أو لا؟ طيب يلا. شكرا يا سيدتي. المشاهدة الكريمة أم هشام، فضيلة الدكتور يسمعك يا سيدتي، تفضلي. السلام عليكم فضيلة. وعليكم السلام. لو تسمح، أنا بطلب من حضرتك تفهموا الأولاد الشباب اللي عندهم جدود، اللي احنا الجدود، علاقة الجدود بالأحفاد واحترام الجدود ازاي، لأن برضك دي حاجة مش عارفينها الأحفاد. شاكر جدا سيدتي، شاكر جدا. الأستاذ شريف، أهلا بك، تفضل. فضيلة الدكتور يسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. احنا عندنا مجموعة بيوت جنبنا كده، فبتنزل عندنا مجموعة من القطط، فحاولت ان انا اسربها او امشيها من البيت، معرفتش. اولا بتتبرج على السلم بتاع البيت، فحاولت ان انا اسربها، معرفتش خالص ان انا اسربها. فهل ممكن نموتها بسمة او نعمل اي حاجة؟ فهل ده حرام ولا مش حرام؟ طب وحتى لو شاكر موت قبل كده، هل عليا وزر؟ كفرت الوزر ده لو موت قبل كده؟ انا شاكر جدا لسؤالك هذا، وهو سؤال الحقيقة يمس حال الكثير من المصريين، هذه الآونة التي تكثرت فيها يا سيدي عافاكم الله الكلاب الضالة. ده غير ايضا هناك حالة من الإقبال على تربية الكلاب في البيوت، ربما لداعي الحفاظ على الأمن، والأصوات تكون مزعجة جدا، وأحيانا الجراء الصغيرة تطلق في الشوارع فتتحول أيضا إلى كلاب ضالة. الموضوع صار مزعجا. فدعنا نبدأ بالأستاذ شريف، إن تكرمت فضيلة الدكتور، ماذا يفعل بهذه القطط؟ لحل هذه المشكلة كان في زمان عندنا حاجة اسمها جمعية الرفق بالحيوان، وكانت جمعية الرفق بالحيوان عندها عربيات، وكانت تسير في الشوارع لاصطياد القطط المتوحشة والكلاب الضالة. وكان عندهم، أنا فاكر هذه وأنا صغير في أواخر الخمسينيات، كيف كان الرجل ينزل للقبض على الكلب السعران او الكلب الضال او العادي، العادي اللي هو بيعتدي، يعني الحيوان اللي بيعتدي. فكنا بنأمن ان نعذب الحيوان لان هذا ضد الانسانية وضد البيئة وضد كل حاجة، وان احنا كمان ما نأتيش بضرر من هذه العوادي. العوادي يعني هي القطة لطيفة وكويسة، لكن ممكن تتحول الى مصعورة والى ضارة. وكان الكلب الواحد يعضه ياخد 21 حقنة في بطنه، كان ساعتها كده.
وإلا يصاب بالسعار والعياذ بالله ونهايته الموت. فإذا العدوان ده يعني إيه فيه؟ لا إحنا مش هنسكت على العدوان. إذا الحيوان تحول إلى حيوان عادي، عادي يعني مش من العادة، عادي يعني معتدي من العدوان، فإنه يجوز لي أني أتعامل مع هذه المعاملة منفردا، أحطر السن منفردا. ما هو ما هو مش محرج الموضوع ده؟ أي محرج. ولذلك أنا عايز أوجد حل. الحل المجتمعي ان احنا نرجع الرفق للحيوان تاني ونؤيدها ونعملها وكذا الى اخره. كان في زمان واحنا ماشيين في السلطان ابو العيلة كده عيادات بيطرية لعلاج والتعامل الرفيق مع الحيوانات. النهاردة موجود حاجات زي كده، بس يبدو من كثرة السكان بقت غير موجود. لأنه مفيش وقت فضلت الدكتور، أنا آسف جدا. في جملة واحدة، الأستاذ شريف يعمل إيه؟ يسم القطط ولا ما يسمهاش؟ طيب إذا اعتدت يسمها. طيب نعود إلى بداية الأسئلة. الأستاذ محمد صفاء طرحت حالة إنسانية، وأنت تكرمت بطلبي رقمي. لو سمحت يا صفاء خلي وإحنا نتصل بيك لحل المشكلة. وأم محمد تطلع 10% من العائد، 10% أم هشام، والجد والجدة زي الأب والأم تماما. طيب بعض ولو قليل بحسب ما يتسع الوقت من الرسائل النصية القصيرة. طبعا الأستاذة ابتسام تشكر القناة لأنها تستضيف هذا العالم الجليل وهو آخر علمائنا. أنا معك في أنه عالم جليل، لكن إن شاء الله ما يكونش الآخر. ليه الآخر؟ هو دي عبارة سلفية قديمة، خاتمة المحققين. تلاميذه ده يعني إحنا مصر تستشرف الخير من تلاميذ علي جمعة كمان، وده جزء من دوره، جزء من دور علي جمعة. ما هو تفسير رؤية قبر الرسول في المنام يا سيدي باختصار شديد؟ البشرة. طيب سؤال أخير خاص بي أنا بقى الحقيقة، من صديق على تويتر بيقول لحضرتك: ما حكم تقبيل الزوجة بشهوة في نهار رمضان؟ حرفيا كده مكروه. طيب أنا شاكر جدا فضيلة الدكتور، والحقيقة أنا بضم صوتي لصوت المشاهدة الكريمة التي الأستاذة شيرين التي طلبت حلقة بلا فواصل. أنا هزايد عليها كمان وأطلب حلقة مضاعفة الوقت مع علي جمعة. الوقت دائما أضيق من علي جمعة. السلام عليكم. Thank you.